أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار الأعمال بميناء العريش التابع لها من استقبال وتفريغ باقي حمولات توباز موسكوفا السفينة، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، محملة بمعدات محطة كهرباء العريش البخارية. هذا وقد استقبل الميناء أول معدات المحطة الثلاثاء الماضي، حيث إنه لأول مرة في تاريخه يستقبل الميناء هذا النوع من حاملة الحمولات الثقيلة. وتعمل محطة كهرباء العريش البخارية حاليا بقدرة 70 ميجاوات، وتستقبل هذه المعدات لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها الكهربائية للوصول لكفاءة كهربائية جديدة تبلغ 320.